مع ازدياد مخاطر الجفاف والتصحر وتأثيره في الأمن الغذائي والحياة في العراق، يبحث أكاديميون موصليون اتساع رقعة الأزمة وإيجاد حلول تحد من مشاكلها مستقبلاً. الخطر القادم خطر كبير جدا من حيث التصحر وقلة الموارد الغذائية وشحة المياه، فالعالم والدول المتقدمة وضعت استراتيجيات ورسمت سياسات خاصة بها لمواجهة هذا الخطر الكبير، ولكن مع الأسف صناع القرار في العراق لحد الآن لم يتداركوا الموقف. النسخة الثانية من ملتقى الأمن الغذائي في الجامعة التقنية الشمالية ناقشت تأثر الزراعة بالجفاف والطرق البديلة لديمومتها ومدى إمكانية تطبيق مشاريعها في العراق على أرض الواقع وتحديدا في أم الربيعين. التحول إلى الزراعة الحافظة، أي التحول إلى الزراعة بدون حراثة، وهذه المشاريع ناجعة جدا وحققت نتائج ممتازة، ولدينا مزارعين رواد متميزين في هذا النشاط، ويتطلب نقل هذه التقنيات إلى جميع محافظات العراق لكي ننخفض بمستوى الري إلى أقل من النصف. استدامة الموارد المائية وسبل الحفاظ على الأمن المائي للعراق كانت أبرز محاور الملتقى، خاصة في ظل انحسار الواردات المائية وعدم وجود استراتيجيات للحفاظ على المياه الجوفية والسطحية وضعف منظومات السدود واستنزاف المياه الجوفية. خرجنا بحصيلة عن تحديث استراتيجية إدارة الموارد المائية في العراق وسبل الارتقاء بها وتخصيصات المالية التي يجب أن تخصص لغرض النهوض بهذا القطاع الحيوي الأساسي في الأمن المائي في العراق. وبحسب إحصاءات رسمية فإن العراق بحاجة إلى أكثر من 70 مليار متر مكعب من المياه سنويا، في وقت يستقبل فيه قرابة 36 مليار متر مكعب، ما يعني أن أزمة المياه باتت في أوجها مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التبخر إلى أكثر من 8 مليارات متر مكعب في العام. من الموصل، محمد سالم، UTV.